بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح مسند الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، المولود سنة 50 و100 من الهجرة النبوية الشريفة، والمتوفى سنة 400 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وتباع مذهبه وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. المجلس 26، الحديث 77 بعد 500. قال: أخبرنا الربيع، وإحنا قلنا الربيع يبقى المرادي. قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سعيد بن سالم عن حسن بن زيد، في بعض النسخ مكتوبة حسين صلح حسن بن زيد، عن أبيه قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما محرما، وأن على رأسه لمثل الرب من الغالية. احنا قلنا الغالية نوع من ايه؟ من الطيب، يعني الخليط، يعني طيب مخلوط من أنواع مختلفة. والرب اللي هو يعني ايه؟ زي ما تقول ردغ، أو مثلا يعني أثر واضح زي الطلاء كده، عارف انت المونيكير اللي بيحطوه الستات، او برضو يبقى فيه يعمل كده، يقوم يعمل بقعة كده على الشعر او على البدن، فايه ده يسموه ايه الرب من الغالية. والغالية قالوا ايه؟ الطيب المخلوط بيحطوه في زجاجات صغيرة كده يغليها، عشان كده سموه الغالية، عشان تبقى الزجاجة فاضية وتبقى رخيصة، اما يتحط الطيب تبقى غالية، فسموه الغالية عشان نوع من الطيب. يعني احنا قلنا اللي بيحط الطيب ده وهو محرم يبقى حطه قبل ما يتلبس بالإحرام، ولو بقي أثر لا يضر، عند الملكية يضر، عند الشافعية طالما حطه قبل الإحرام حتى لو بقي أثره لا يضر، فعند الملكية إذا أراد أن يتطيب للإحرام يتطيب ثم يغتسل حتى يزول أثر بالغسل ثم ينوي الإحرام، ده الملكية طريقتهم كده. الشافعية يغتسل ويحط الطيب ويحرم، ولو اتبقى أثره بعد الإحرام لا يضر، واضح؟ زي ما عمل سيدنا عبد الله بن عباس، وزي ما هو الدليل إيه؟ زي ما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر الطيب، وقد إيه وضعه قبل إحرامه وبقي معه بعد إحرامه. وعنه به قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سئل: أيشم المحرم الريحان والدهن والطيب؟ فقال: لا. إحنا قلنا يحرم على المحرم استعمال الطيب، طب هل له أن يشم دون أن يستعمله؟ يعني يحطه قدامه كده ويحطه في خرقة ويقعد يشمها؟ تعمد هذا يعتبر ايه؟ ارتكب محظور من محظورات الاحرام. لكن لو شمه عفوا، يعني واحد متطيب وعدى جنبه فشم رائحه، واحد ماشي ببخور فشم رائحه البخور، لا يضر. لكن لو تعمد هو وذهب اليه ليشم وهو محرم، هنا ارتكب محظورا، واضح؟ ايشم المحرم الريحان والدهن والطيب؟ فقال: لا. وعنه به قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة. الجعرانة دي منطقة كده جنب حنين، منطقة حنين، والنبي عمل منها عمرة صلى الله عليه وسلم بين غزوة حنين وبين توزيع غنائمها، راح من الجعران عمل عمرة ليلا وعاد كأنما كان إيه بائتا في الناس،
حتى خفيت هذه العمرة عن كثير من الصحابة، وكانت في ذو القعدة سنة 8 هجري. بيقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة أو الجعرانة، تنفع الاثنين بالتشديد أو التخفيف مع الفتح، بالجعرانة، فأتاه رجل وعليه مقطعة يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق، فقال يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت تصنع في حجك؟ قال كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق، والخلوق برضو نوع من الطيب يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. يعني محظورات الإحرام بالحج هي نفس محظورات الإحرام بالعمرة، سواء بسبب نفس الحكم. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إسماعيل الذي يعرف بابن علي قال أخبرني عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. وإحنا قلنا الزعفران ده نبات طيب الرائحة، كان يستعمل أحيانا في الصباغة فيبقى المصبوغ بيه برضه يبقى رائحته طيبة، وأحيانا كان يستعمل منه إيه خلاصة الطيب، فده كل ده منع عنه. فدي من فروع إيه، خصوصا إن الزعفران كمان الرجل لا يستعمله سواء محرم أو غير محرم، لأنه مطيب خاص بالنساء، لأنه بيبقى لونه، عارف إحنا المصريين يقول لك إيه، أحمر وأبيض. الست هي اللي تحط أحمر وأبيض، الراجل ما يحطش أحمر وأبيض. يعني طيب المرأة ظاهر اللون خفي الرائحة، وطيب الرجل خفي اللون ظاهر الرائحة. فلما يتطيب بطيب يشبه طيب المرأة يبقى ايه لا يليق، سواء كان محرم او غير محرم بقى، لان هنا في تشبه كمان. لكن لو بقى محرم هيبقى فيه تشبه وفي محظور من محظورات الاحرام زائد. وعن ابي قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن الرجل أيهل بالحج قبل أشهر الحج. يهل يعني ينوي الإحرام بالحج، أدي معنى يهل. وأصل الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية وهو علامة الإحرام. يعني هل ممكن الواحد، احنا عارفين شهور الحج شوال ذو القعدة وذو الحجة، هل ذو الحجة كله ولا العشر الأول من ذو الحجة؟ وجهان عند الشافعية والراجح للعشر الأول. كويس؟ يبقى دي أشهر الحج. طب افرض واحد أحرم بالحج من رمضان، لا ينعقد حج ويعمل عمرة، عشان يحل من إحرامه ده هيعمل عمرة. جاء واحد في شهر ربيع قال لك علشان إيه؟ ده المولد بقى، لبيك اللهم بحجك. أنت هو أحرم. نقول له روح اعملها عمرة وإيه وحل. لأن لا يجوز أنك تنوي الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج، واضح؟ وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال قلت لنافع أسمعت عبد الله بن عمر يسمي أشهر الحج؟ قال نعم، كان يسمي شوالا وذو القعدة وذو الحجة. تنفع الحجة والحجة، ينفع بالفتح الحائي وإيه وكسرها لغتان، وجاء القرآن بهما في المتواتر، ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت إيه لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر في سورة الحج، فجاءت بالقراءة بفتح الحائي وبكسرها متواترة. قال قلت لنافع فإن أهل إنسان بالحج قبلهن؟ قال لم أسمع منه في ذلك شيئا. يعني ما سمعش من عبد الله بن عمر، سئل في هذا السؤال حاجة وإيه وأجاب يعني. لكن احنا عارفين الإجابة إنه هيعمل إيه إذا تلبس بالإحرام، يبقى عشان يحل منه يحل بعمرة، يحل منه بعمرة. كويس؟ يعني يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. ده لو هو أهل بإحرام بنية حج في غير أشهر الحج. وكذلك لو أهل بالحج في أشهر الحج وفاته عرفة،
لأي سبب أجلوه تاه في الصحراء لحد ما يوم عرفة عدى والفجر طلع هو لسه تايه بيدور فين عرفة، وبعدين إيه لقى عرفة بس يوم النحر، يبقى كده فاتوا عرفة، يبقى فاتوا الحج. يعمل إيه وهو محرم؟ يعمل حاجة اسمها إيه؟ عمرة الفوات. عمرة الفوات، يروح يطوف ويسعى ويحلق، خلاص مع عمرة الفوات لأنه فاته الوقوف بعرفة، واضح؟ لكن ما فيش بقى واحد محرم وبعدين فاتوا عرفة يروح قالع هدومه بقى ويقول إيه خلاص يلبس، لا ما ينفعش. عشان تحل الإحرام لابد من إجراء معين، لابد يبقى فيه طواف وسعي عشان تحل من الإحرام. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلبيته حجا قط ولا عمرة. يعني كأن إيه ما سمعش النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذه النية، يبقى ده إيه على اعتبار علم الراوي مش على اعتبار فعل النبي، واضح؟ هو بيتكلم على علم، هو ما سمعش النبي قال لبيك اللهم بحجة قارنا بها عمرة، ولا قال لبيك اللهم بحمد بحجة فقط يبقى مفرد، ولا قال لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها الحج، ما سمعش. فطالما ما سمعش قال ما سمعتش النبي صلى الله عليه وسلم ايه جهر بايه بتلبية يلفظ فيها بحج او عمرة، يبقى نفي علم الصحابي ليس يعني معناه ان النبي لم يفعل. دي نقطة مهمة، هو لم يعلم لكن قد يفعل النبي وهو لم يعلم. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعني بعض الناس ساعات يقطعوها بطريقة مختلفة شوية، يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، خدت بالك؟ يعني عند لا شريك لك ياخد نفس ويسكت ويقول لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ده جائز. والمشهور عند الناس لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ما بيقفش عند لا شريك لك، يحط لبيك معاه، كل ده جائز. يجي لك بقى واحد في الهيفة ويتصدر وينكد على الحجاج وكده بدعة وكده ضلالة وكده ما تعملش وكده، كل ده جائز، واخد بالك؟ ما فيهاش إشكال. قال نافع وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، يبقى الصحابة كانت تزيد في الذكر غير الوارد طالما يصير على معنى الذكر خلافا لما عليه جهلة الوهابية، واخد بالك؟ فناخد بالنا، أو الصحابة زودوا في عصر النبي والنبي سامع وما قال لهمش حاجة، قال أنت أنا ما قلتش كده، هل أنت تعرف ربنا أكتر مني؟ هل أنت بتعبد ربنا أكتر مني؟ ليه تزود؟ مش دي طريقتهم؟ لو كان خيرا لفعله النبي، وإن لم يفعله النبي إذا أنت تزيد على الشر لأنه ليس من الخير، لأن النبي ترك والترك يدل على المنع. الله، كل ده كلام هبهبة، واخد بالك؟ لا يساوي شيء عند العلماء، فهمت ازاي؟ لكن يشوش على العوام، فناخد بالك، بطل هوهوت وهبهبت الجهلة، فهمت؟ فاللي هبهب ويهوهو تقول له بس امشي، فهمت؟ ادي الطريق، او ارمي له عظمة ناشفة كده يجري عليه لحد ما يتعلم ادب العلم. وكان يقول برضو سيدنا عبد الله بن عمر لبيك حقا حقا لبيك تعبدا ورق، زودها هو، يبقى الصحابه كانت بتزود عن الوارد لانه يحمل معنى الوارد، فهمت؟ والنبي بين لنا نماذج نقيس عليها
ولا نتوقف عليها. واضح؟ لأن الذكر مبني على الاستماع. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أهل العلم عن جعفر بن محمد عن أبيه اللي هو جعفر الصادق ابن محمد الباقر عن أبي محمد الباقر ابن سيدنا علي زين العابدين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل بالتوحيد، يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال الشافعي رضي الله عنه وذكر عبد العزيز بن عبد الله الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة، والأعرج اللي هو مين؟ عبد الرحمن بن هرمز دفين الإسكندرية، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك إله الحق لبيك، أي دي لبيك تلبية للنبي مش مشهور، لبيك إله الحق لبيك. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية ولا يظهر؟ عندكم إيه؟ هي حقها يظهر، أنا عندي متشكلة يظهر، لكن حقها يظهر، يظهر من التلبية. فإيه حط مكان الفتحة اللي عليها خليها ضمة. قال حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها لبيك إن العيش عيش الآخرة. قال ابن جريج وحسبت أن ذلك يوم عرفة. وعن أبي قال أخبرنا، لأن النبي كان عادته لما يشوف حاجة يصر بها من الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، يذكر نفسه إيه بالآخرة. فلما النبي في حجة الوداع شاف المسلمين كتير وأعداد ضخمة وجايين من كل حتة ومن جميع قبائل العرب سر بذلك، فلما سر قال لبيك إن العيش عيش عيش الآخرة أو إن العيش عيش الآخرة. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن القاسم بن معن عن محمد بن عجلان عن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال سمع سعد بن أبي وقاص بعض بني أخيه وهو يلبي يا ذا المعارج، فقال سعد إنه لذو المعارج وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هل هو بينهاء ولا بيقول له إحنا الأولى في الأجيال الأولى أن نحافظ على ما ورد حتى نحفظ إيه يعني حلامات الشرع للناس، لأن احنا مبلغين عن الله، الصحابة دول جيل مبلغ عن الله ورسوله، فلابد أن يتقيد باللفظ اللي سمعه، لأنه لما حيقول حاجة حيقوله النبي قال، بخلاف احنا في زمننا الزمن اختلف. وبالتالي اعتراض سيدنا سعد مش معناه معترض على كل جيل، واضح؟ لكن جيل الصحابة لابد أن هو، لأن الصحابة عندهم، أما واحد يشوف صحابي بيقول حاجة هيجي في باله على طول ان اكيد سمعها منه. فانتوا هم يريدوا ان يحفظوا اولا في عصر الروايه والنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في العصور الاولى نقل النصوص كما هي حتى لا يتحور شيء. فاذا ثبتت وانتهى عصر الروايه اللي هو 500 سنه الاولى وبقي الدرايه، اضاف الناس احزاب كثيره وادعيه كثيره واوراد كثيره وتجارب كثيره، ما فيش اشكال، لان عرفوا الايه الوارد عن النبي وايه اللي زاد من فعل الصالحين، واضح؟ لكن الجيل الاول لو كانوا فتحوها كانت الامور هتتشوش علينا. فيبقى الجيل الاول كان واجب عليه يعمل كده. عشان ايه؟ مش نقول اهو ما زي الوهابيه ونهاه يبقى الوهابيه عندهم حق. يا ابني الوهابيه متصورين ان هم عايشين زمن النبي، ف
فهمتوا؟ اللي عايش زمن النبي يتقيد، انما اللي عايش بعد زمن النبي يمشي على المنهج. فهمت؟ في فرق بين زمن النبي ومنهج النبي. فهمت؟ وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن سائب الأنصاري عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما. يعني السنة في التلبية أن تكون جهرا للرجال سرا للنساء، فإذا شرع في التلبية يسن أن يكملها 3 مرات على الأقل، ثم ينهيها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. يبقى يلبي، لو عايز يلبي يلبي بأي عدد، أي عدد مفتوح، ولكن أقل عدد 3. طب لو زود عن 3 وقال مثلا 8 يروح جايب 9 عشان يقف على وتر. طب قال 10 يجيب 11 عشان يقف على وتر، لكن لحد لأكثره، ولا يفضل يلبي كده لحد ما صوته يروح وحنجرته تنتهي ويموت ويغموا عليه. صعب. يعني انا بشوف ناس يطلع معانا في رحله العمر يقول لبيك اللهم لبيك، ويقعد كده يلبي بال5 ساعات على ما يوصل يطوف، لما ما عنده الصوت وعنده برد وكحه. ليه كده؟ ليه تاذي نفسك؟ ما حدش قال كده. لو عايز تقول اقل التكرار 3 كويس، ولا حد لاكثره. اللي يحدد اكثره هو ايه؟ طاقتك انت، حيث طاقتك، حسيت انك تعبت كفايه. طب كفايه انهيها بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ايه؟ الدعاء من خير الدنيا، زي تكبيرات العيد بالظبط. تكبيرات العيد اذا شرعت فيها اقول على اقل 3، ثم انهيها بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالدعاء. يبقى التلبيه تشبه ايه؟ تكبيرات العيد بالظبط. بتبقى دبر الصلوات، وعند تغير الاحوال، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند ركوب الدابه، وعند تحركها، وعند لقاء الأصحاب، وعند الارتفاع، وعند الهبوط، وعند الطعام، واخد بالك، وبعد الوضوء، وبعد كل صلاة سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة. فتسن في هذه المواضع كما تسن أيضا تكبيرات العيد في نفس هذه المواضع. واضح؟ فإذا شرعت فيها أقل التكرار 3، ثم تنية بالصلاة على النبي، ثم الدعاء بما شئت. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التلبية. أنت لو حطيت التلبية في المواضع اللي قلتها لك دي هتلاقيها بقت كتير. كل ما توضأ أقولها 3 مرات، وكل ما أجي أصلي فريضة أو نافلة أقولها 3 مرات، وكل ما أقابل حد من الرفاق ألبي 3 مرات وبعدين نقعد نتكلم مع بعض، وبعدين كل ما نفترق نلبي 3 مرات وكل واحد يروح لحاله. اجي انام قبل ما انام اروح ملبي 3 مرات، استيقظ من النوم البي 3 مرات. فهتلاقي نفسك لو عملت كده بقيت لبيت كتير. فاهم؟ وعن ابي قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سعيد بن سالم عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبي راكبا ونازلا ومضطجعا، يعني تغير الأحوال. أول ما يركب يلبي، وأول ما ينزل يلبي، وأول ما يبتدي ينام يلبي، يستيقظ من النوم يلبي، يتوضأ يلبي، يصلي نافلة يلبي. فهمت ازاي؟ وهكذا. نفس المواضع دي هي مواضع برضو ايه؟ تكبيرات العيد. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن صالح بن محمد بن زاهرة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة واستعفاه برحمة من النار. يبقى إيه؟ تنهي التلبية بالصلاة على النبي ثم الدعاء بما شئت، زي ما النبي كان يعني. يبقى ننهي التلبية إيه؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل، ثم ندعو بما شاء
شئنا من خيري الدنيا والآخرة. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بضباعة بنت الزبير فقال أما تريدين الحج؟ فقالت إني شاكية يعني مريضة ممكن ما استطيعش أن أنا أعمل أعمال الحج. فقال لها حجي واشترتي أن محلي حيث حبستني، يعني يجوز إيه الحج بالشرط، إنك أنت تقول لبيك اللهم بحجة ومحلي حيث حبستني. إن كنت شاكك مثلا في التأشيرة بتاعتك تطلع مزورة يقوم رجعوك من المطار، أو إيه مريض وخايف لحسن تجي لك علة المرض تزداد عليك وتشتد عليك فما تعرفش تكمل، فلك أن تشترك. فإذا اشترت يبقى إيه؟ يبقى تحل حيث منعت، يعني تحل يعني إيه؟ يعني تحلق شعرك، مش تحل يعني تقلع هدومك، لا، تحلق شعرك أو تقصره عشان تفك من الإحرام. وهل عليك دم أم لا؟ وجهان، من اشترت عليه دم أيضا، وقالوا بعضهم من اشترط لا دم عليه، ومن قال لا دم عليه أي وجوبا ولكن استحبابا خروجا من خلاف من أوجب. واضح؟ وعنه بي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه قال قالت لي عائشة هل نستثني إذا حجأ؟ هل تستثني إذا حججت؟ تستثني يعني إيه؟ يعني تقول إيه محلي حيث حبستني، أو لبيك اللهم بحجة إن شاء الله إن قدرت، ده معنى الاستثناء يعني. فقلت لها ماذا أقول؟ فقالت قل اللهم الحج أردت وله عمدت، فإن يسرته فهو الحج وإن حبسني حابس فهي عمرة. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه خرج إلى مكة زمن الفتنة معتمرا، اللي هي فتنة ابن الزبير والحجاج، كان إيه الحجاج ابن يوسف محاصر سيدنا عبد الله بن الزبير في مكة، وكانت الأمر فيه كرب شديد. سيدنا عبد الله بن عمر راح يحج في الزمن اللي فيه إيه فيه إشكال ده، زمن الفتنة ده. فقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد عام الحديبية يعني قال لو ما قدرناش نوصل وإحنا محرمين هنعمل زي ما النبي عمل عام الحديبية، ننحر الهدي ونحلق شعرنا ونلبس هدومنا وتننا راجعين على المدينة. كويس. قال الشافعي رضي الله عنه يعني أحللنا كما أحللنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية، والحديبية والحديبية الاثنين صح يعني بالتخفيف والتشديد لغتان صحيحتان. كان عام الحديبية إمتى؟ سنة 6 هجري، وعمرة القضاء بعدها بسنة في ذو القعدة برضو 7 هجري، و8 هجري في رمضان فتح مكة. كويس، نبقى فاكرهم كده ورا بعض. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. يسموها إيه؟ يسموها عمرة إيه؟ عمرة فوات. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبي أنه قال المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. ما كنش متصورين إن ممكن نحصر والكعبة قدامنا وإحنا محرمين ويقولوا لنا ما تخشوش تطوفوا. أيام الكورونا عملوا كده، أيام أول ما بدأت الكورونا كنت هناك ساعتها، إحنا عملنا عمرتنا ساعتها بعد العصر اليوم اللي قبل، فاكرين؟ والناس اللي عملوا العمره بعد الفجر راحوا مسجد السيده عائشه واحرموا وجايين بقى بيلبوا، لقوا العساكر محوطين كل ابواب الحرم مانعين اي حد يدخل، والناس جايه احرمت فمنعوا وقدامهم الكعبه، منظر لا يتصور.
انا كان رايي كان هم يبيحوا الدول اللي احرموا ويعملوا اعلان ما حدش يعمل عمره بعد كده لانه العدد محصور. لكن الغباوه هي اللي ايه تخلي، عشان كده الصحابه ما كانوش متصورين انك انت تحرم ويبقى قدامك الكعبه، واخد بالك؟ يعني ممكن تحصل تحصل يعني ايه تمنع بسبب مرض او ضعف، ما تقدرش تقف في عرفه ولا تبات في منى او ترمي الجمرات او حاجات من دي، لكن مش معقول تمنع الكعبه قدامك الطوف من الطواف. لكن احنا شفناه من ال سعود ومن الوهابيه بسوء ادارتهم لهذا المكان، فهمت؟ فناخد بالنا ان طب يعملوا ايه الناس المساكين دول؟ عليهم ان هم ايه؟ يحلق شعره او يقصر ويلبس هدومه وايه ويجيب صك هدي ب 500 ريال وخلص واتحلت الاشكال. لا لا، هم قالوا لهم لا ما تدخلوش، وما قالوا لهمش يعملوا ايه. بقوا الناس واقفه محتاره. طب ما تعلموا الناس، انت دلوقتي عملت حاجه، طب قول للناس حلها بقى، ولا افضل كده محرم الى حد ايه ما يبقى محرمين لحد دلوقتي بقى لهم سنتين حاجه غريبه. وفي بعضهم هيحرم هيحل بقى من غير ما يحلق، يبقى برضه غلط. يقول لك ما انت منعت بقى، يروح قالع هدومه وروح لابس، ما انت نويت الاحرام، ما ينفعش تحرم تحل الا لما تحلق او تقصر شعرك، فهمت؟ وبعدين انت ما اشترطتش وبالتالي يبقى عليك هدي، لانه ما قالش محل يحيي صاحب السنة، يبقى عليه هدي باتفاق، واضح؟ والهدي يعمل ايه؟ يدفع صك عمره ب 500 ريال، يشتري عمره، ياخد ثواب عمره. ما انت بتدفع قد كده عشرات الالاف من الجنيهات عشان تعمل عمره، دي عمره هتبقى ب 500 ريال بس، بسيطه. اصل طب انا اعمل ايه؟ ذنب ايه؟ مع انه يا اخي سهل عليه يدفع 500 ريال يشتري بيها طواقي وسبح، وما يقدرش يدفع 500 ريال هدي. حاجه غريبه يعني، حاجه غريبه في ايه؟ في المسلمين اليومين دول. تيجي تقول له عليك هدي يقول لك لا احنا كتير قوي، وتدور عليه تلاقيه شاري ب 5000 ريال هدايا. طب خلي منهم 500 بس، واخد بالك؟ ادفع بيها وصلح عبادتك. لكن نعمل ايه بقى؟ الجهل. وعنه بي قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان ابن عمر ومروان وابن الزبير افتوا ابن حزابه المخزومي وانه صرع ببعض طريق مكه وهو محرم. صرع يعني وقع كده مع الدبه بتاعته فحصل له بقى كسر او شيء من هذا. أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه وكان عليه أن يحج عاما قابلا ويؤتي. يعني افرض إن هو أصابه مرض، المرض ده منعه من الوقوف في عرفة، فيقول لك يتداوى ويفضل على إحرامه ولما يخف يعملها عمر ويحل. فهمتوا بقى إزاي؟ يعني واحد رجله اتكسرت مثلا وهو في طريقه لعرفات، خدوه بالاسعاف حطوه في المستشفى، يبقى وقفت عرفات وهو محرم، هيعملوا له عمليه ويركبوا له شريحه ولا مسامير ويقعد له اسبوعين يمشي بالعكاز وبتاع، يفضل محرم الاسبوعين دول ولا الثلاثه دول ويعمل عمليته، وبعد ما يقدر يتحرك يروح يعني يطوف ويسعى ويحلق وكده عمل عمره فوات. فهمت المسألة؟ وهيبقى عليه هدي برضه يسموه هدي الفوات. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف بحيال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. لأن عرفة تدركها من زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، كل الوقت ده إيه؟ وقوف. لو أدركت عرفة في أي لحظة من الوقت ده محرم ناوي الحج انعقد حجك. طب افرض إن أنا وصلت بعد ما الفجر طلع، يبقى هنا خلاص فاتني وقوف بعرفة. ومن لم يدرك عرفة فوقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج. فليأتي البيت
فليطب به سبعا. ومن لم يدرك عرفة فوقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج. الجملة فيها التباس لازم تفهمها، يعني يقصد إيه؟ ومن لم يدرك عرفة ليقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج. فهمت؟ فهمت الجملة لأن كده تفتكر إنه يقول لك إنه لو أدركها فوقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، وهذا خطأ، فهم خطأ. لا، هو يقصد يعني إيه؟ ومن لم يدرك عرفة ليقف فيها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج. فهمت الجملة بقى عشان تفهمها بس؟ بس ساعات إيه؟ العرب من فصاحتهم يكتب جملة بطريقة معتمدة على فصاحتك إنك أنت هتفهمها، وهي تكون فيها التباس، بس يقول لك الالتباس ده ما يفوتش على عربي فصيح، لكن ممكن يفوت على أجيال مش فاهمة، يوم يحس إن العبارة فيها التفات. فهمت؟ أو التباس. طب يعمل إيه بقى اللي فاته عرفة وهو محرم؟ يلبس بدلته ويروح؟ لا، ما ينفعش. يروح يطوف ويسعى ويحلق ويعملها عمرة فوات، واضح؟ ويبقى عليه هدي وعليه الحج من قابل كمان، يعني أقرب فرصة حج بعديه. كانوا زمان أقرب فرصة حج الموسم اللي جاي، إحنا زمان أقرب موسم حج بعد 5 سنين، لأن هما بيدوا التأشيرة كل 5 سنين. فهمت؟ فليأتي البيت فليطب به سبعا ويطوف بين الصفا والمروة سبعا ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعي فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج قابلا يعني العام اللي بعده فليحجب إن استطاع وليهدي بدنه، فإن لم يجد هديا فليصم عنه 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية، هي بالبرية مكتوبة عندي بالنازية، وكاتب في الهامش بالبادية، وما أثبتناه من الأم والمصدر المصنف، والنازية عين ثرة على طريق الآخر من مكة إلى المدينة قرب الصفا، وهي إلى المدينة أقرب. يبقى إذا كان بالنازية يعني موضع، اسم موضع، والروايات الثانية قالوا بالبادية لأنه ما يعرفوش إن النازية ده اسم موضع، افتكروها تصحيف. حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له، يعني على ما وصل بسبب إن إيه؟ إن الدواب بتاعته تاهت منه وخدها بقى مشي، فوصل لقى عرفة خلصت، فراح قابل سيدنا عمر قال له أعمل إيه وأنا محرم وعرفة فاتتني، كويس؟ فقال له اصنع كما يصنع المعتمر، يعني اقلبها عمرة فوات، ثم قد حللت فإذا أدركت الحج قابلا فحج واهدي ما استيسر من الهدي. وعن أبي قال أخبرنا، يبقى كل حج بعد عمرة فوات فيه هدي ولو كان مفردا، ولو كان إيه؟ مفردا. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود وعمر ينحر بكرة وعن أبي قال أخبرنا الربيع، هو بيقول هنا في الهامش بيقول إيه؟ وبقيته في الموطأ فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر اذهب إلى مكة فطوف أنت ومن معك وانحروا هدي، يعني هم كانوا حاسبين يوم عرفة متأخر يوم عن الرؤية بتاعت أهل مكة، فهم بقى ماشيين براحتهم وصلوا لأهل مكة خلاص وقفوا عرفوا وخلصوا، قالوا احنا اخطأنا الرؤية يا سيدنا عمر،
احنا ظننا ان عرفه النهارده وطلعت امبارح، فاهم؟ يبقى اخطاؤه الرؤيه، لما كانش فيه بقى وسائل اتصال زي دلوقتي والاذاعه بقى والتلفزيون والمسجات والدنيا تعرف كل الاخبار، كان كل واحد بيبقى جاي من جهه، كل واحد ماشي على حسب معلوماته. فسيدنا عمر قال لهم ايه بقى؟ ينحر بكره. بكره يعني ايه؟ يعني جمل صغير. وعنه به قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان يغتسل لدخول مكه. في اغسال كده ايه؟ سنن للعمره والحج. طبعا غسل الاحرام ده مشهور، في غسل الدخول لمكه كويس، وفي غسل يوم الترويه، وفي غسل الوقوف بعرفه، وفي كمان غسل ايه؟ لرمي جمرة العقبة بعد المبيت في مزدلفة. انت يسر يعني، دي كلها اغسال مسنون. وعنه به قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا راى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا، رفع البيت الدعاء يعني، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. يبقى كل واحد هيطوف في الكعبة ويزور ويحج أو يعمل عمرة أصابته دعوة النبي، فهمت؟ لأن النبي يقول كل من اعتمر فيه أو شرفه في أي عصر كان زده تكريما وإيه وتشريفا وتعظيما وبرا. فعشان كده بركة دعوة النبي مستمرة مع كل جيل، ويكررها كل حاج وكل معتمر للأمة كلها. فزيارة هذا البيت فيها بركة كبيرة، نسأل الله أن ييسر لنا زيارته من غير تطعيم ولا قيود. كما كنا، يا من عودت اللطف أعد عاداتك باللطف البهج. وعنه به قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال حدثت أو حدثت عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رؤي البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت. يعني كل دي أحوال بترفع فيها إيديك أثناء الدعاء أو أثناء بداية الصلاة، بترفع إيدك عند تكبيرة الإحرام وبترفع إيدك عند دعاء القنوت، كل ده في إيه؟ في الصلاة. وكذلك إذا رؤيت الكعبة ترفع إيدك ولك دعوة مستجابة مع كل رؤية للكعبة. يعني ولو خرجت ورجعت تاني شفتها ليك دعوة مستجابة، خرجت ورجعت تاني شوف أول ما يقع بصرك على الكعبة في كل مرة لك دعوة مستجابة. فربنا سبحانه وتعالى لا يحرمنا زيارة الحرمين الشريفين محيين. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن سعيد عن أبيه سعيد بن المسيب أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. يبقى ده دعاء ايه؟ عند رؤية الكعبة. وعنه به قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة لم يلوي ولم يعرج صلى الله عليه وسلم. يعني معناه ايه؟ يعني ما عملش حاجه الا الطواف بالبيت اول حاجه، يعني ما راحش يزور حد ولا يعمل مشوار تاني ولا راح للاسواق ولا، فهمت؟ يبقى معناه ايه؟ لم يلوي ولم يعرج، يعني عجل بالطواف بمجرد ذو ايه؟ وصوله مكه ووضع ايه؟ رحاله واستقراره في مكانه، يبتدي اول حاجه يعملها يطوف بالبيت. طبعا في الحج هيبقى اما طواف عمره لو كان متمتع وسعي عمره ويحلق
ولو كان قارن أو مفرد هيبقى اسمه طواف قدوم، وله أن يعجل بعده سعي الحج أو يؤخره بعد طواف الإفاضة. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه رآه بدأ فاستلم الحجر ثم أخذ عن يمينه فرمل 3 أطواف ومشى 4. يبقى إيه؟ استقبل استلم الحجر. 3 سنن عند الحجر: تستلم بيدك وتقبله بفمك وتسجد عليه بجبهتك. 3 سنن تعملها عند الحجر: تستلمه بيدك اليمنى، وبعدين تقبله بفمك شفتيك يعني كويس، وبعدين تسجد عليه بجبهتك. لو استطعت يعني وطلعت من كبار الزوار كده ما شاء الله ووزعوا لك اعمل كده. احنا ربنا كرمنا ايه وعملناها كتير، لان كنا بنقعد في اوقات ايه ما فيش زحام واحنا طلبة يعني. انا مرة طفت قبل الفجر 10 شوال قبل الفجر بساعتين، كل شوط اعمل كده في الحجر، مفيش حد، كنا 4 بس حوالين الكعبة من دول يعني، بتبقى اوقات كده رايقة. لكن دلوقتي للأسف محوطين الكعبة خايفين عليها من الكورونا، عشان الكعبة ايه تعتصر اللحم والناس بقت تطول بعيد عن الكعبة، حاجة غريبة يعني. يبقى ايه بعد ما تعمل ال3 سنن اللي عند الحجر؟ طب ما استطعتش اعمل ايه؟ اشاور وبعدين اقبل ما اشرت به ثم المس بيه جبهتي. فهمت ازاي؟ ادي الطريقه، وهي بعيده تشير وبعدين تقبل وبعدين تحطها على جبهتك، ممكن بايدك وممكن بالسواك وممكن باي حاجه، خد بالك. وربنا قادر انه يوصلها لك هناك، بصمتك تبقى هناك، ما انت بالريموت كنترول بتبقى قاعد كده والتلفزيون بعيد كده، تعمل كده تقلب، ايه المانع يعني؟ ايه المانع ان ربنا اما تعمل كده من بعيد ربنا يطلع شعاع من ايدك يحط بصمتك عند الكعبة؟ ما فيش ما يمنع، قدرة الله واسعة، وما فيش داعي تقعد ايه تطلع فوق كتاف الناس وتتخانق، واخد بالك، وتتكسر نظارتك وتعور مش عارف مين، كل ده علشان ايه؟ وينزعوا ثيابك وتطلع بلبوس من وسط الزحمه وتبان عورتك. طب ليه ده كله؟ نشوف ناس بيعملوا كده، طب ليه؟ ده جهل، اللي بتعمله ده جهل. فاهم؟ ربنا رحمته واسعه. وعن ابي قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن منصور عن ابي وائل عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما انه رآه بدأ فاستلم الحجر ثم أخذ عن يمينه فرمل 3 أطواف. والرمل اللي هي إيه؟ يجري بسرعة شوية كده خفيف. ده سنة خاصة بالرجال دون النساء في كل طواف وأنت محرم. كويس؟ يعني طواف عمرة، طواف قدوم. كويس؟ طواف حج ولسه لابس لبس الإحرام. يبقى لكن لو بتطوف طواف تطوع بهدومك مش عايز رمل، فيش رمل. وفي الرمل يسن الاتضاع، يعني يكشف ايه؟ كتفه الايمن. ودي سنن خاصه بالرجال، دي سنن ايه رجوليه، الستات ما تعملهاش، واضح؟ طب فاتوا ال3 طوفات الاولانيه وما رملش، ما يقضيهمش في ايه؟ في ال4 الباقيين، لا خلاص، لان موضعهم الثالثه الاولى. فاذا فاتته لا يضر، طوافه صح. ثم أخذ عن يمينه فرمل 3 أطواف ومشى 4، ثم إنه أتى المقام فصلى خلفه 2 ركعتين، يسموها سنة طواف، 2 ركعتين سنة طواف. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مشيا أو غير مشي. متى يقف التلبية للمعتمر؟ بوقوع نظره على الكعبة. وقفت التلبية وبدأ بقى ايه في أذكار الطواف. ده للمعتمر. طب والحج متى تقف التلبية؟ برمي جمرة العقبة الكبرى صبيحة يوم النحر في منى.
ويحل محل التلبية إيه بعد كده؟ تكبيرة العيد. واضح؟ يبقى الحج يبدأ التلبية من أول ما يحرم لحد ما يرمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر. فإذا رمى جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وقف إيه التلبية، وبدأ بعد ذلك يحل محلها تكبيرة العيد. المعتمر يلبي من أول ما يحرم لحد ما يقع بصره على الكعبة، وبعدين ينشغل في الطواف والسعي ويحلق شعره وكده خلص. واضح؟ وعنه به قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن جعفر قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما جاء يوم التروية مستبدا رأسه. مسبدا رأسه، التسبيد الحلق يعني. وقيل ترقي الإدهان والإيه وكريمات الشعر. وسبد رأسه يقول لك إيه هنا؟ إذا سرح شعره وبله ثم تركه. جاء يوم التروية مسبدا رأسه، فقبل الركن ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه 3 مرات. يبقى هنا كان بيطوف ايه يوم التروية، يسموه طواف الايه القدوم. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن جريج قال قلت لعطاء هل رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم؟ فقال نعم. ما احنا قلنا لك هتقبل إيدك اللي أشرت بيها، فاهم؟ رأيت، قال نعم، رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهم إذا استلموا قبلوا أيديهم. افرض انت جيت في الزحمة ومش قادر توصل للحجر، فمديت ايدك كده لمستها بيه، لمست الحجر في وسط الزحمة، خلاص اطلع بقى وقبل ايدك اللي هي لمست. قلت وابن عباس قال نعم وحسبت كثير. قلت هل تدعو انت اذا استلمت ان تقبل يدك؟ قال فلما استلمه اذن؟ طب افرض انت استلمته بالفعل وقبلته بفمك، هل تقبل ايدك تاني؟ قال طب انا اقبل ايدي ليه بقى؟ انا قبلته على طول. فاهم؟ هل تدعو انت اذا استلمت يعني بفمك ايه وسجدت عليه بجبهتك ولمسته بيدك ان تقبل يدك؟ قال فلما استلمه اذا؟ فهمت؟ وعن ابي قال اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح الأركان كلها ويقول لا ينبغي لبيت الله تعالى أن يكون شيء منهما جورا. وكان ابن عباس يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني كان في بعض الصحابة يمسح إيده على كل ركن من الأركان الأربعة، ويجي في ركن الحجر يمسح ويقبل ويسكت، لكن باقي الأركان يلمس. لكن السنة إنك أنت تستلم الركن اليماني بيدك فقط، مفيش لا تقبل ولا سجود عليه، ده الركن اليماني تستلمه بيدك فقط. طب وركن الحجر تعمل بقى التلاتة، تستلمه بيدك، تقبله بفمك، تسجد عليه بجبهتك. واضح؟ لكن بقية الأركان هيبقى عندنا الركن إيه؟ العراقي، وبعدين ركن الشامي. ما هي أركان الكعبة 4، ركن الحجر، بعدين ركن العراقي، وبعدين ركن الشامي، وبعدين ركن اليماني. اليماني عشان اتجاه اليمن، وعراقي عشان اتجاه العراق، وشامي عشان اتجاه الشام. كويس؟ فقالوا إن إحنا ما بنلمس ليه الركن الشامي ولا العراقي؟ قالوا لأنه ليس على قواعد سيدنا إبراهيم. لأن لو كان على قواعد سيدنا إبراهيم الباع الكعبة كلها، يعني ما كانش في حجر إسماعيل بقى المتحوط ده، لو بنوا الكعبة على المساحة كاملة على قواعد سيدنا إبراهيم لاستلم النبي الأركان الأربعة. لكن النبي ترك الركنين الشامي والعراقي لأنهم ليس على قواعد سيدنا إبراهيم. عشان كده لما سيدنا عبد الله بن الزبير
تولى الخلافة 8 سنوات. هدم الكعبة وبناها على المراد النبي صلى الله عليه وسلم، فبناها على قواعد سيدنا إبراهيم وأدخل الحجر وعمل لها باب شرقي وباب غربي وخلى بابها للأرض وخلى البابين مفتوحين عشان الناس تدخل وتطلع، لأن النبي كان عايز يعمل كده صلى الله عليه وسلم. وكان لما بيطوف بقى بعد ما بنى البناء ده كان يستلم الأركان الأربعة. ده مين؟ سيدنا عبد الله بن الزبير. واضح؟ جاء الحجاج بعد كده إيه لما قتله واستولى على مكة، قال إيه؟ قال لسنا من إيه؟ من تبطيخ ابن الزبير وشيء، هد الكعبة تاني وبناها على ما كانت عليه ورجعها تاني، اللي هي البناء اللي إحنا حاليا موجود ده، اللي هو بناه الحجاج بعد ما هدم بناء سيدنا إيه عبد الله بن الزبير. وبعد كده لما وصل بعد كده في عصر الإمام مالك أراد الخليفة أن يعيد بناءها على ما كانت عليه، الإمام مالك قال اتركوا الكعبة كما هي ولا تدعوها لعبة الحكام، هذا يأتي يهدمها وآخر يأتي يبني، اتركوها على ما هي عليه. ودي كانت فترة الإمام مالك واستمرت على ما هي عليه. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا وجدت على الركن زحاما فانصرف ولا تقف، ولا زاحم وتخانق تعمل إيه؟ انصرف كمل عبادتك وابعد عن الزحام، اللي بيزحموا دول جهلة، هتخش أنت في وسط الجهل؟ ما ينفعش. ده في ستات بيخشوا في وسط الرجال عشان يعني تستلم الحجر، حجر إيه؟ حجر لو طلع من مكانه هيبطح، لا ما تجيش يعني غباوة. فهمت؟ ما ينفعش، ما ينفعش. العاطفة حاجة والفقه حاجة، فلا تغلب عاطفتك على الفقه، بل اضبط عاطفتك بالفقه. لأن ساعات الواحد عاطفته تبقى دافعة أوي يعمل حاجات مخالفة للشرع عشان عاطفته جياشة. لا، أدي ميزة بقى الشرع الشريف والفقه إنه إيه؟ يفرمل لك العاطفة دي فيجعلها على إيه؟ على ميزان الشرع. فناخد بالنا من هذا. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن منبوذ بن أبي سليمان عن أمه أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، فدخلت عليها مولاة لها فقالت لها يا أم المؤمنين طفت بالبيت 7 واستلمت الركن 2 أو 3. قال يعني ايه شطرة يعني؟ استلمت الركن بقى وزحمت كده وراح بقى ايه بتتباهى بقى بتقول لستنا عايشة. ستنا عايشة قالت لها اتلهي. بلغة المصريين اتلهي. بس بلغة سيدنا عائشة قالت لها ايه؟ لا أجرك الله، لا أجرك الله. يعني ايه؟ لا أثبك الله على ما فعلت. تدافعين الرجال؟ ألا كبرتي ومررتي؟ كنت قلت الله أكبر ومشي على طول. فاهم؟ يبقى ستنا عائشة كانت تضبط العواطف بميزان الشرع، ودي نقطة مهمة رضي الله عنه وارضاه. ونقف عند هذا الحد، نكمل يوم الاثنين القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلات على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت ذاكرون